المواطن التشادي عبد الرحيم بريما حامد جدد له الثقة لولاية ثانية في منصب الأمين التنفيذي لسلطة حوت النيجر، وذلك من قبل رؤساء الدول الأعضاء في سلطة حوت النيجر. ونسبة لهذا الاختيار، جاء السيد عبد الرحيم بريما حامد للقاء رئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن محمد إدريس تيبي إتنو ليقدم له الشكر باسم تشاد على تعيينه مرة ثانية في منصب الأمين التنفيذي لسلطة حوت النيجر من قبل زعماء سلطة الدول الأعضاء. وتباهث عبد الرحيم بريما حامد مع الفريق ركن محمد إدريس تيبي إتنو مجمل المواضيع والقضايا التي تتعلق بمستقبل السلطة. هذا التجديد لولاية تانية يعني بقى بفضل مجهود الدبلوماسية التشادية، فلذلك أنا جيت عشان أشكر السيد الرئيس وأشكر كل السلطات التشادية اللي تعاونت عشان نحن ننجح في هذا المجال. وتاني تكلمت مع السيد الرئيس في مشاريع حوض نهر النيجر اللي موجودة في تشاد الآن، والمشاريع المستقبلية اللي نحن نقوم بها إن شاء الله. وفي نفس الوقت أخذنا منه الوصايا أو بعض التوجيهات اللي حتساعدنا في تنفيذ مهمتنا في المستقبل إن شاء الله. أما اللقاء الآخر، كان قد جمع رئيس الجمهورية رئيس المجلس العسكري الانتقالي رأس الدولة الفريق ركن محمد إدريس تيبي إتنو بالدكتور بكر ولر مدو الذي أختير مؤخرا رئيس رابطة علماء ودعاة دول الساحل. ورافق ولر في هذه المقابلة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور محمد خاطر إيسا. طلبنا منه التوجيهات والوصايا وهذا ما تم، وطبعا أكد لنا فقامته أنه يقف مع الرابطة لأن الرابطة تقوم بمحاربة الأفكار الهدامة التي اكتوت بنارها منطقة الساحل بأجمعها. هذه الدول العشر كلها أملهم في تشاد كبير، وهذا ما قلناه لفخامته، وأكد لنا أنه بإذن الله يكون معنا دائما بعد الله عز وجل. للإشارة، فإن رابطة علماء ودعاة دول الساحل التي يترأسها المواطن التشادي الدكتور بكر ورا المدو تضم في أضوتها ليبيا، تشاد، النيجر، نيجيريا، مالي، بوركينا فاسو، ساحل الآج، السنغال، غينيا كوناكري، وجمهورية موريتانيا الإسلامية.